ايفون موساد. طلباتنا ان الدولة تتحرك وتجيب الشباب المخطوفين اللي هم 21 قبط مخطوفين في ليبيا ومعرضين للشنق، عشان كده احنا طالبين من الرئاسة ان هي تتحرك بسرعة وتجيب الشباب دي اللي موجودة مخطوفة هناك. واحنا قبل كده وقفنا قدام الأمم المتحدة ووصلنا صوت العائلات دي اللي موجودة قدام رئاسة الوزراء وقدام كل الخارجية ومفيش حد اتحرك. كده في تهديد موجود علينا ان المفروض الناس دي لو ما سبتوش كاميليا يبقى هنشنق الناس دي. يبقى في اتفاق، انا كده شايفه ان في اتفاق بين مصر وبين ليبيا على اساس ان الناس اللي موجوده دلوقتي طالما جايبين موضوع ليبيا وموضوع كاميليا يبقى ربط بين الاثنين. المفروض ان الدوله تتصرف، احنا دلوقتي في رئيس وفي دوله، يعني المفروض في قوانين بتطبق على الناس دي. المفروض ان الدوله هي اللي تتحرك تشوف ايه الاتفاقية دي وتشوف ان في اتفاق الناس اللي موجودة هنا هي اللي يتقبض عليها، وبناء عليه تطلع طيارة رسمي مخصوص تجيب اللي موجودين في ليبيا المختطفين والناس اللي موجودة اصلا. الناس اللي موجودة المفروض دلوقتي ترجع مصر. انا مش عارفة مصر ما حركتش ولا اتحركت ولا جابتهم ليه. قالوا قبل كده ان الناس خافت ترجع عشان فلوسها. لا، الناس دلوقتي مش الناس عايزة ترجع، الناس مستعدة ان هي ترجع. هتضحي بكل السنين اللي عاشتها، ال7 سنين وال8 سنين و10 سنين وموجودين بشغل هناك، هم هيضحوا بكل حياتهم دي ويرجعوا مصر. المفروض مصر تكون هنا كفيله بالناس دي وتقدر تقعدهم في مكان، تجيب لهم سكن، تعيشهم، والمفروض دي مسؤوليه الدوله مش مسؤوليه اي حد تاني.